الله عز وجل يمكن أن يعطي إنسان كمية من الأجر والثواب والحسنات لم يعمل شيء أصلا، أكثر من إنسان يعبد الله 100 سنة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، بمناسبة اقتراب الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر القرآن، أولا كل عام وأنتم بخير، وأود أن أبث لكم هذه الومضات العملية لبرنامج يومي نتبعه في شهر رمضان. أيها الأحبة، لا تظن أن الله يكافئك على كمية العمل، يكافئك على نوعية العمل. أكرر، إنسان صلى 1000 ركعة ولكن لديه شيء من النفاق، لديه عدم إخلاص، يعمل هذا العمل رياء الناس، وإنسان آخر صلى 2 ركعة في جوف الليل بإخلاص وتقوى، ثواب 2 ركعة أكبر بكثير من هذه 1000 ركعة أو 1000 الركعات. إذن القضية ليست قضية من صلى أكثر ومن قام أكثر ومن عمل أكثر، لا، والوزن يومئذ الحق. الميزان يوم القيامة أيها الأحبة، الذي يثقل الميزان هو أكثر شيء ليس له علاقة بالعمل أصلا على فكرة، هو حسن الخلق، كما أكد حبيبكم عليه الصلاة والسلام عندما قال: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وحسن الخلق ليس عملا ماديا. إنسان أذاك بكلمة تبتسم وتقول سامحك الله وترد بكلمة طيبة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، إنسان أساء إليك تعفو عنه. العفو ليس عمل مادي، يعني ليس عمل يتطلب قيام وجهد وإنفاق مال ولا لا، هو عمل نفسي، عمل النفس أن تصبر، مرض أصابك اصبر. هذه الأشياء هي التي تجعل ميزانك ثقيلا. لذلك يعني أنا حقيقة في رمضان أكثر من الدعوة إلى الله مثلا، يعني هناك من يكثر من الصلاة، من يكثر من قراءة القرآن، يقلب كل يوم يقرأ 100 صفحة، آخر الشهر ينتهي الشهر الفضيل يعود لما كان عليه من الكذب والغش وقطع الرحم واللهو وعدم مساعدة الناس وعدم بر الوالدين. إذا ما هي الفائدة؟ إذا هو عمل ليس له أي مردود وليس له أي قيمة عند الله إلا بقدر الإخلاص. انتبهوا أيها الأحبة، قبل أن يعني الشهر الفضيل بقي له أيام معدودة، أنا أود أن أقول لكم بصدق، الله عز وجل يمكن أن يعطي إنسان كمية من الأجر والثواب والحسنات لم يعمل شيء أصلاً، أكثر من إنسان يعبد الله 100 سنة. ربما تعجب، ولكن هذا هو المنطق والواقع. لأفرض أحبتي في الله، افرض أن لديك ولد ظاهريا يطيعك ولكن عندما يذهب يضحك عليك، وهو ينتظر موتك حتى يرث، ولكنه ظاهريا يحاول أن يظهر لك المودة والبر ويظهر أنه يطيعك، ولكن عينه على المال الذي سيأخذه، يتمنى موتك. وولد آخر ليس لديه الكثير من أعمال البر
ولكنه يحبك بصدق. أنت من تحب أكثر؟ أنت بينك وبين نفسك. طبعا أنا بالنسبة لي الولد الذي يحبني بصدق أحبه أكثر بكثير من ذلك المنافق، ولو أنه ظاهريا يقبل يدي ويعمل أعمال البر ويعمل أعمال فيها طاعة وفيها كذا، وربما الناس يعجبون به، ربما الناس يتمنون لو أن لديهم ولد مثل هذا الولد، ولكن لم ينظروا ويعرفوا ماذا في قلبه. لذلك أيها الأحبة، أنا لن أقول لكم اليوم برنامج يتعلق بالأمور العملية، كم ركعة تصلي وكم جزء تقرأ من القرآن وكم كذا وكم كذا، لا، أنا سأقول لك كم سيكون لديك إخلاص خلال هذا الشهر، كم سيكون لديك حسن خلق. يعني أنا أعرف كثير من الصائمين عندما يصوم يغضب وينفعل على أتفه سبب، ويمكن أن يشتم، يمكن أن يضرب. طيب أنت هذا الصيام هو نقمة عليك؟ الله ليس بحاجة لصيامك، الله سبحانه وتعالى يريد منك حسن الخلق. لذلك نحن إذا أردنا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان يهتم بحسن الخلق رقم واحد وبالإخلاص، هذا رقم واحد بالنسبة للنبي. لذلك عندما جاء أعرابي يقول للحبيب عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أوصني ولا تكثر لأحفظ. اليوم لو أردنا أن نسأل أحد الفقهاء عن الإسلام سيعطيك مجلدات، يقول لك اقرأ الكتب في الفقه والتفسير والحديث وكذا وكذا والقصص. النبي أعطاه كلمة واحدة فقط، قال: أخلص دينك، عبادتك يعني، أخلص دينك لله يكفك العمل القليل، صلى الله عليه وسلم. انظروا كم الإسلام بسيط، كم الإسلام سهل، كم صوم رمضان يمكن أن تستمتع به عندما تشعر أن الله لا يريد منك كثرة الصيام والقيام والسجود والركوع، يريد منك الإخلاص، ولكن كثرة السجود هي وسيلة للإخلاص، وسيلة لتصل إلى حسن الخلق. النبي عندما قال لأحد الصحابة: فأعني على نفسك بكثرة السجود، الهدف كان أن يحسن خلق هذا الصحابي ويرفعه درجات عند الله، لأن هدف العبادة أيها الأحبة هو القرب من الله ورضا الله والإخلاص، وليس الهدف هو العبادة بحد ذاتها. وإلا المنافق أفضل الناس مظهرا وعبادة من في الظاهر، يعني دائما المنافق تجد أنه يتميز بمظهر إسلامي، اللحية والعمامة وكذا إلى آخره، وأوقات الصلاة بمواقيتها والالتزام بالسنة والمظاهر هذه، وهو ربما يكون من أصحاب النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أول من تسعر بهم النار، قال: يؤتى بالعالم. طب عالم، وعالم مسلم، ليس عالم يعني في الفلك أو في الطب أو الفيزياء، لا، هو عالم ما نسميه اليوم بالفقيه أو العالم أو العلامة أو هذا الكلام، يؤتى بالعالم فيسأل عن علمه فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. يقال له: كذبت كذبت، تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. كم من عالم اليوم درس وأخذ الشهادات ليقال عنه فضيلة العالم؟ كم؟ كثير. كم من قارئ للقرآن يعني هدفه أن يصبح مشهورا مثلا، وليس هدفه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ماذا يقال لهم يوم القيامة؟ أول من تسعر بهم النار، يؤخذ
فيكب على وجهه فيلقى في جهنم على وجهه، والعياذ بالله. تصور هؤلاء الشرار الخلق، المتصدق الذي نبهر به، فلان تصدق بملايين، فلان بنى المساجد، فلان يؤتى بهؤلاء. طبعا المخلص له وضع آخر، نحن نتحدث عن الذي يعمل من أجل الشهرة، يؤتى به ويقول: يا رب أنفقت فيك المال وكذا. يقول له: كذبت، أنفقت ليقال جواد، ليقال عنك كريم، شهرة. فيؤخذ فيلقى في جهنم فيكب على وجهه. الصورة مرعبة والله أيها الأحبة. طيب، قليل من الإخلاص وخلص نفسك من هذا المأزق، هذا المصير الأسود. الدنيا لا تستحق كل هذا، كل هذه التضحية، أن تبيع الآخرة بالدنيا، أن تبيع الجنة بشيء عرض من الدنيا. لذلك أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام له حديث أيضا عجيب، يقول: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ما هو المقياس؟ الإخلاص. أنا أقول لك الإخلاص. والله إذا قمت ليلا نهارا وصمت وفعلت كل شيء، إذا لم يكن لديك إخلاص لن تدخل الجنة ولن تجد ريحها، لأن الجنة لا يلقاها إلا الصابرون، لا يلقاها إلا أصحاب الذين ليس لديهم كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا الأمر أيها الأحبة مهم جدا، وهو أهم من أن تقول لي كم ركعة صليت أو كم جزءا حفظت أو كم كذا. لا، قل لي كم كمية الإخلاص لديك. إذا أول شيء يجب أن تدرك أنك الآن في رمضان، الذي ينفعك هو الإخلاص والصبر وحسن الخلق، رقم واحد. هذا رقم واحد. رقم اثنان، العبادات هدفها تزكية النفس. عندما أمرك الله بغض البصر، ليس لمجرد غض البصر، لا، ليزكيك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك ماذا؟ أزكى، أزكى لهم، زكاوة النفس، إن الله خبير بما يصنعون. فعندما أمرك بغض البصر ليزكيك، عندما أمرك بالصلاة ليبعدك عن الفاحشة. ألم تسمعوا قول الله: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذن الصلاة هدفها أن تصلك بالله، تقربك إلى الله، تنهاك، تبعدك عن المعاصي والفواحش، وتحسن خلقك. طب إنسان يصلي ويقوم الليل ويلتزم بالسنة ولكنه عصبي، والله هذا لم يفهم شيئا من القرآن، ولم يفهم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أعرف أناس يلتزم بالسنة بشكل مرعب، شكل يعني شيء تبهر به، تنبهر، تذهل، وعندما تسيء له بكلمة ينفعل ويشتم ويغضب ويحمر وجهه هو. طب يا أخي، أنت إذا لم تفهم ماذا يريد الله منك. الله لا يريد منك كثرة العبادة، يريد منك حسن الخلق والصبر والإخلاص والعمل الخالص لوجه الله. فادعوا الله مخلصين له الدين. لذلك السورة التي تعدل ثلث القرآن ماذا سماها الله؟ سماها ماذا؟ سورة الإخلاص، مع أن كلمة إخلاص لم تذكر فيها. قل هو الله أحد،
الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لثقل هذه السورة وعظمتها سميت سورة الإخلاص، ليقول لك إن أعظم شيء الإخلاص، أثقل شيء في ميزانك الإخلاص. الإخلاص يقودك للتواضع، يقودك للعمل من أجل الآخرة، يقودك للصبر على مشاكل الحياة، على هموم الحياة، يقودك أن تضحي لإسعاد ومساعدة الآخرين، يقودك أن تتخلى عن شهواتك وملذاتك وطمعك. ما الفائدة من إنسان يلتزم بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وكل ما تحب، ثم تجد أنه يأكل الربا ولا ليس لها قيمة كل هذه العبادات؟ صدقوني، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة الله يقول لمن لم يخلص العمل، يقول له اذهب فخذ أجرك ممن عملت له. أنت عملت من أجل الشهرة، خذ أجرك ممن عملت له. عملت من أجل أن يبهر بك الناس أو يعجب بك، خذ أجرك من الناس، ليس لك أجر عند الله. الأجر تأخذه فقط على العمل الذي تعمله لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الصلاة يجب أن تكون لله، الصيام لله، الزكاة لله، الصدقة لله، الصبر لله، كل شيء لله. عندما تصل إلى درجة الإخلاص هذه، صدقني افعل ما تحب، سوف تجد نفسك لا تمل من العبادة. سوف تجد نفسك مهما قرأت القرآن ومهما استمعت للقرآن لا تمل، تريد المزيد. إذن أحبتي في الله، كلمة بسيطة أقولها لكم: إذا أردتم أن تكسبوا أكبر عدد من الحسنات وتتقربوا كثيرا إلى الله في هذا الشهر الفضيل، عليكم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخلص دينك لله يكفك العمل القليل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.